السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا إلى الطبعة الأولى ونبدأها بالصحافة العالمية. البداية من إنجلترا تحديدا، والخبر الذي شاغل الصحافة هناك ألا وهو مصير واين روني. صحيفة ذا صن عنونت: اللاعب يؤكد بقاءه في أولد ترافورد. وفي التفاصيل تحدث الصحيفة أنه بعدما أشارت في خبر حصري إلى سفر وكيل أعمال اللاعب بول ستريتفورد إلى الصين من أجل دراسة العروض التي وصلت روني، جاء التأكيد الرسمي على لسان اللاعب برغبته في مواصلة مشواره مع مانشستر يونايتد والحصول على فرص جديدة لخوض دقائق أكثر مع الفريق بعد جلوسه مؤخرا على مقاعد الاحتياط. التأكيد جاء بعد وصول عروض للاعب من الصين ستمنحه راتبا يصل إلى 1,000,000 جنيه استرليني أسبوعيا. مانشستر سيتي يستمتع بأجواء دافئة خلال معسكر أبو ظبي، عنوان نطالعه في صحيفة الديلي ميل. وفي التفاصيل استغل المدرب الإسباني جوزيف غوارديولا الفترة التي حصل عليها الفريق بعد مباراة موناكو في دوري أبطال أوروبا وتأجيل مباراة مانشستر يونايتد في الدوري لقضاء معسكر قصير في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. الصحيفة ركزت على الأجواء اللطيفة التي يعيشها المعسكر والعلاقة الودية التي جمعت المدرب باللاعب سيرخيو أغويرو بعد فترة فتور عاشها مؤخرا. المعسكر يأتي استعدادا لمباراة الإعادة في كأس الاتحاد أمام هيدرسفيلد. من إنجلترا إلى إسبانيا وصحيفة ماركا التي كتبت: فاران يفتح الباب أمام بيبي. الصحيفة أكدت أن زين الدين زيدان يؤمن بأن بيبي سيكون من أهم اللاعبين لديه حتى نهاية هذا الموسم. يأتي ذلك بعد الأداء السيء للمدافع الفرنسي في مواجهة فالنسيا والذي أجبر زيدان على استبداله بناتشو. المدافع البرتغالي الذي كان على وشك مغادرة قلعة الملكي بعد توصله بعدة عروض من الصين سيبدأ أساسيا حسب الصحيفة في مواجهة ريال مدريد أمام فياريال، ومن المتوقع أيضا أن يتم التجديد له لموسم آخر في الأيام القليلة المقبلة. في الموندو ديبورتيفو نقرأ: لا أحد يريد الدفع مقابل الحصول على إيسكو. وكتبت الصحيفة: ما زال الجدل يدور حول مصير لاعب ريال مدريد إيسكو بعدما أكد نيته في عدم البقاء مع ريال مدريد الموسم المقبل لعدم حصوله على دقائق لعب كثيرة. وبحسب موندو فإن الأندية التي تسعى لضم إيسكو وهي توتنهام وتشيلسي ويوفنتوس ومانشستر سيتي لن تقدم عروضا ضخمة لضمه، وهو الذي ينتهي عقده بنهاية موسم 2018، وبالتالي فإن إيسكو سيصبح حرا شهر يناير المقبل كانون الثاني 2018. في المقابل فإن ريال مدريد لا يريد التخلي عن اللاعب دون الحصول على أموال مقابل ذلك. ليون يعرض مهاجمه لاكازيت للبيع، عنوان نطالعه في صحيفة ليكيب الفرنسية. وفي التفاصيل فاجأ رئيس نادي ليون الجميع بإعلانه عن وضع عدد من اللاعبين المهمين على لائحة البيع قبل 30 من يونيو المقبل، وسيكون من بينهم قائد الفريق لاكازيت. يأتي ذلك بسبب ضائقة مالية يعاني منها النادي الفرنسي. وبحسب بعض الدراسات فإن جون ميشيل أولاس يسعى لجني 170 مليون يورو من بيع نجوم الفريق. الصحيفة تساءلت: هل من الممكن أن يحل أولاس مشاكل ليون المالية بالأسعار الفلكية التي وضعها للاعبيه؟ من الصحافة الأجنبية ننتقل وإياكم مشاهدينا لأبرز ما جاء في من عناوين بطبيعة الحال في الصحافة العربية. الإعلام الرياضي المصري يمنح المساحة الأبرز فيه لعصام الحضري بعد أزمته مع نادي وادي دجلة، وصحيفة الشروق بشرت بانتهاء الأزمة. الصحيفة أكدت عبر مصادرها الخاصة انتهاء الأزمة، وجاء ذلك بعد اتصال هاتفي جمع ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة بحارس المرمى المخضرم، حيث تلقى عصام الحضري وعدا بالعودة للتدريبات والانتظام مع الفريق بعد مباراة أمام الأهلي. وفي المقابل وعد حارس المرمى المخضرم بالالتزام بعد حادثة اشتباكه مع حارس المرمى الآخر في الفريق خالد وليد. في المغرب تناولت صحيفة إسبريس الإلكترونية اعتزال محمد بودريغا الرئيس السابق للرجاء البيضاوي ورئيس المجلس الإداري للنادي للعمل الرياضي. إسبريس انفردت بتصريحات لبودريغا أكد فيها استقالته من رئاسة المجلس الإداري للنادي الذي كان قد أسسه بنفسه في وقت سابق.
كما دعا لعقد جمعية عمومية لأجل انتخاب رئيس جديد. ويعود سبب استقالة بودريغا لرغبته في اقتحام عالم السياسة الذي ينوي التفرغ له بعد أن انضم لأحد الأحزاب هناك. إلى السعودية وتداعيات قضية اللاعب عوض خميس الذي مدد عقده مع النصر بعد أن كان قد تعاقد مع الهلال مؤخرا. صحيفة الرياضية السعودية نشرت تصريحا لوكيل أعمال اللاعب ذكر فيه أنه من غير القانوني أن يتحدث أي طرف من الأطراف في القضية ما دامت لا تزال تحت النظر، وأن الأيام القادمة ستبين كل الملفات. وأضاف أن القضية مقتصرة على أربعة أطراف هي عوض خميس والوسيط الذي هو وكيل اللاعب نفسه والناديان الهلال والنصر، ومن خالف النظام في القضية سيعاقب. في الكويت اهتمت صحيفة الوطن بقرارات لجنة الانضباط بشأن أحداث مباراة الكويت وكاظمة في نهائي كأس الأمير. وذكرت الصحيفة أن اللجنة اتخذت قرارات رادعة ضد اللاعبين الذين تسببوا في الشجار، لا سيما أنه وقع في وجود ولي عهد الكويت، حيث تم فرض بعض العقوبات الكبيرة التي وصلت حد إيقاف بعض اللاعبين 10 مباريات، إضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة. كما قررت لجنة الانضباط فتح باب التحقيق فيما يستجد من أحداث بشأن هذه المباراة. صحيفة استاد الدوحة القطرية نشرت لقاء خاصا مع مدرب المنتخب القطري خورخي فوساتي، تحدث فيه عن العديد من الأمور. فوساتي توقع أن ينعكس المستوى الجيد للريان ولخويا في دوري أبطال آسيا إيجابيا على المنتخب القطري، خاصة أن الفريقين يضمان عددا كبيرا من العناصر الأساسية للمنتخب. فوساتي توقع أن يرتفع مستوى العناب مستقبلا، لأن مشاركة اللاعبين القارية ستمنحهم دوافع معنوية كبيرة وقدرة على التعامل مع المنافسات القوية بعقلية البحث عن الانتصار. نقطة ختام طبعة الأولى، في أمان الله.